مثل ما ملاحظ اني اضغط واحاول تشغيلها مدقرة نفس الطحانة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عندنا مشكلة في هذا الخلاط، في هذا الطحانة، ان مثل ما تلاحظون الان طبعا انا احذر ان احد يستخدم هذه الحركة، بس من باب الشرح. مثل ما ملاحظ اني اضغط احاول تشغيلها مدقرة نفس الطحانة. تابعونا كيف نحل هذه المشكلة. نبدأ الان نفصل الكهرباء ونبدأ الان بالتشغيل المبدئي لها. اول شيء نحدد هل العطل هنا او داخلي، يعني هل العطل في نفس هذه الريشة او في نفس الماطور الداخلي. حنا نحاول نلف الريشة، شو مثل ما تلاحظون الان، يعني تلف معاي الريشة بكل سهولة، يعني معناته ان العطل يكون هنا. شوف مثل ما تلاحظون الان مدقر هنا. طبعا بكل سهولة حاول اني احركه في البداية، ما تحرك معاي. طبعا اخوي افصل الكهرباء وابدا اضرب. ونجرب الان مثل ما تلاحظون باسهل الطرق، يعني ما احتاجنا اي حاجه. هذا ما حبينا نفيدكم، فان اصبنا فمن الله وحده، وان اخطانا فمن انفسنا والشيطان. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.